مشاهدينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب السياسي التركي السيد طه عوده اوغلو. اهلا بكم سيد طه. بدايه، قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم انه بالرغم من الاتفاق مع ترامب بشان سوريا الا ان هناك من يحاول خرق هذا الاتفاق. اذا كانت تركيا قد اخذت الضوء الاخضر، ما الذي يؤخر عمليه شرق الفرات؟ مساء الخير لك والساده المشاهدين. يعني دون شك اعتقد هناك تغييرات بشكل جذري في المواقف الأمريكية في اللحظات الأخيرة، أو بالأحرى وبالأصح هناك تهديدات وصلت إلى حد التهديدات من قبل الأمريكيين، وخاصة التي أطلقها المستشار الأمن القومي بولتون في إسرائيل قبل مجيئه إلى تركيا، عندما تحدث بشكل مباشر فيما يتعلق بموضوع حماية الأكراد. وأعتقد هذه هي نقطة خلافية بين الطرفين طيلة الفترة الماضية. كما تعلمون أن السبب في قيام تركيا أو عزمها على قيام بشأن عملية عسكرية في شرق الفرات هو دحر تلك المنظمات أو الميليشيات الإرهابية عن حدودها ومنع قيام أي كيان كردي على حدودها. لكن لاحظنا أن هناك تغيير في المواقف الأمريكية، التصريحات الأمريكية. الرئيس الأمريكي عندما اتفق مع رئيس طيب أردوغان في 19 ديسمبر الماضي عندما قال بأن الانسحاب سوف يكون خلال فترة قصيرة، الآن يتم الحديث. يعني سيطاها بهذه النقطة، هل ما نراه الآن من تصريحات أمريكية هو سوء تنسيق ما بين المسؤولين الأمريكيين أم تناقض وتراجع عن التصريحات السابقة؟ يعني في البداية هو سوء تنسيق، النقطة الأساسية. النقطة كانت هي موقف أو تصريح غير منسق من قبل الرئيس ترامب مع باقي الإدارة، وهذا ما لاحظناه بعد فترة قصيرة من تصريح ترامب فيما يتعلق بالاستقالات. ولكن وضع النقاط على الحروف المستشار الأمن القومي بولتون عندما قال أنه سوف يكون هناك انسحاب، ولكن هذا الانسحاب سوف يكون على جدول زمني وسوف يكون له شروط، وهذه الشروط هي تعتبر شروط تعجيزية بالنسبة لأنقرة والمتعلقة بحماية الأكراد التي تصنفها أنقرة هنا بالمنظمات الإرهابية. طيب، دونالد ترامب خرج بتغريدة كالعادة طبعا يتحدث عن الدول الغنية وأنه سيقف الدعم الأمريكي للدول التي لا تدفع ثمن دعمها وثمن حمايتها، لكن ألا يفسر تصريح ترامب أنه سيوقف العمليات العسكرية في المناطق التي لا تعود على بلاده بالدعم كما قال، وتحديدا هنا نتحدث عن شرق الفرات؟ يعني حاليا يعني من دون شك التصريحات الأمريكية وخاصة التصريحات المتعلقة بالرئيس ترامب هي حقيقة إلى حتى هذه اللحظة أصبحت غير مفهومة للغاية. وإذا حاليا ترجمناها على أرض الواقع التركي أصبحت لا توجد ثقة إطلاقا، الثقة معدومة من قبل الأتراك، وخاصة يعني أن الأتراك تعودوا على المسؤولين الأمريكيين إن كان في إدارة ترامب أو إدارة الرئيس السابق أوباما بسياسة المماطلة من قبل الإدارة الأمريكية. ولكن هذه المرة يعني تأتي تصريحات من قبل مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية هو على رأس الهرم في الإدارة، ولكن هذه التصريحات هي دائما تأتي بتصريحات جديدة ومتغيرة للغاية، قلبت كل الموازين رأسا على عقب، وهذا لها كان تأثير كبير على العلاقات التركية الأمريكية التي يعني من المتوقع أن تدخل في نفق مظلم للغاية خلال المرحلة المقبلة. طيب، في الوقت الذي تتحدث فيه الأنباء عن مقتل 23 مسلحا من ميليشيا سوريا وقوات سوريا الديمقراطية بهجوم لتنظيم الدولة شرقي دير الزور، ألا يجب يعني أن يكون هناك دعم لتركيا لمحاربة الإرهاب في تلك المناطق؟ يعني تركيا هي عندما تم الاتفاق مع الإدارة الأمريكية وخاصة بعد الانسحاب كان هناك في محاربة الاتفاق على محاربة التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها أيضا تنظيم داعش. ولكن أنقرة حاليا الأولوية بالنسبة لها هناك خطر يهدد الأمن القومي التركي وهو خطر الميليشيات الكردية. أولوية أنقرة في الوقت الحالي هي إبعاد تلك الميليشيات عن حدودها. سيد طه عودة أوغلو، شكرا جزيلا لك الكاتب السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول.